برا السوق؟ اوكي انا اعلمك، انا اعلمك مين اللي بيطلع برا السوق، انا اعلمك مين اللي بيطلع. يا اخي مالك دخل؟ ايش دخلك؟ ايش دخلك؟ ليش تلاحقني؟ ايش تبغى فيني؟ لا الحكومه ما حطتك عشان تلاحقني، الحكومه قالت ما في مطاردات وقالت ما في احد، شغلتكم تنصحون الناس وتمشي، مالك دخل في احد. يلا بس برا السوق، يلا ماني طالع برا السوق، ماني طالع. وش عندك؟ وش عندك؟ ما تشوفين منهم الشعره مو مالك دخل يا اخي. انا حره، انا حره، احط مانيكير بعد تنظر مانيكيري ليه؟ يلا تفضل ماني بطالعة. يلا وش بتسوي؟ ماني بطالعة وش بتسوي؟ يلا علمني، ماني بطالعة. يلا وقفت لك انا هنا، وانا بعد واقفة ما عندي شيء. خلاص اوكي، ولعلمك ترى كل شيء مسجل. ها مسجل، يلا ابتسم للكاميرا. طيب انتوا جهة رسمية صح ولا لا؟ جاكم بلاغ من مواطن بتحرش، سواء جهة رسمية ولا مو جهة رسمية؟ لا ما لي ولعلمك ترى الفيديو الحين نزل تويتر وفيسبوك، يعني كلمة واحدة يوصل لعبد العظيم بن طيفة آل الشيخ ويدري عن كل خرابيطك. ما انت مسؤول عني، ما انت مسؤول عني عشان حاطه مناكير. هذا المناكير مساحته على فمي، بعد تنظر فمي بعد، يلا ما تستحي بعد، مسوي تخاف ربي. خلي لا يلحقني، انا حره امشي بالسوق على كيفي، بتسوق على كيفي.